بولاية باتنا يعاني طريق الوطنية رقم 3 الرابط بين بلدية فسديس ومدينة باتنا من وضعية كارثية. الطريق وصل لحد الاهتراء وسط غياب تام للسلطات لما يفوق العام والنصف. سيف الدين نزار وتفاصيل. خويا نحكيو على الطريق هذه تاع بلدية فسديس، الطريق راهي كارثة. هاكم تشوفوا فيها مصورة قدامكم. هاكم صورتوها راكم شفتوها واش كيف كفاه مدايرة كيف ماشي مدايرة. وزيد الحكاية فوق هذه الطريق هذه ولات بزاف. بزاف تدي حتى الناس الكبار الاولاد بعد الصغار يقراو هنا عندنا مشكل معاهم في الطريق هذه لي دودان ما كانش باستر ما كانش والطريق هذاكم شوفوا فيها مسرجة بلا وراهي فاسدة. طريق يسميوها طريق قسنطينة باتنا قسنطينة هذه طريق باتنا قسنطينة وراك تشوفوا فيها راهي محفرة الناس دير لافيتاس ولاد صغار الشياب المهم راك على بالك واش كاين واش ما يصراو ديما يصراو المشاكل هذو ديما هنا لولادكم ما يجيوش الاولياء يفوتوا ولادهم يقعدوا هنا انا هنا راني قاعد نستنى فيه بلا نفوت واني عاود نستنى فيه نخلي الخدمه نتاعي ونجي باش نفوتوا الحكايه تاع الطريق هذه بس ما يريقلوا لهم الطريق محفوره قادر يفوتوا الاولاد مساكن يطيعوا يتعكلوا سيرتو الطواكس والكيران هذو ما يخليوهمش بالفرصه باش يفوتوا اللي يفوت يرحي لازم حتى يجيهم واحد كبير يفوتهم ولا لازم تديروا لهم حل مساكن الاولاد الصغار هذو باش يفوتوا واي الطريق يبعد منا خارجين تريطوالات يتعكلوا عادي هاك تشوف واش دارت له دودان روح سي انت برك روك قطع الطريق تشوف واش دارت لي دودان وحده وحده من الثقل نتاع الكمين لا سيركيلاسيون فوق القانون يرالونتي تولي الطريق تهبط والله غير يعذروا الاولاد وما حبيتوش هكا طريق اللور تفوت من هي خلاص تخطيك لا لا لو لقينا طريق اللور ماذا بينا هاي مازال تقريبا واحد 10 كيلو ولا 15 كيلو فقط من جرمه وتجي حتى لجهه كشيده فوق كشيده خدموها مازال الجهه هذه خدموها الجهه هذه مازال من جرمه ورواح بالنسبه للطريق الوطني رقم 3 الرابط بين بلديه فسديس وباتنا عرف عدة اهتراءات خاصة على مستوى الممهلات احنا نعرفوا باللي على مستوى الممهلات الوزن الثقيل يقوم بعدة توقفات تؤدي وينجر عليها الاهتراءات هذه هذا من جهة من جهة واحدة أخرى كاين المرور الكثيف الباساج الكثيف تاع شاحنات وزن الثقيل هذا وعلاش اهترأت هذه الطريق احنا ان شاء الله بالنسبة للأيام المقبلة سنقوم بحملة لنزع كل هذه الممهلات وإعادة إنجازها حسب القوانين المعمول بها ثم كذلك نقوم بالحد من 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 مرور هذه الشاحنات الخارجة على القانون لأنه احنا نعرف تقنيا بأن الحمولة ما بين عجلتين تكون 13 طن بينما احنا نلاحظ باللي الحمولات فاتت حتى 60 طن سوف ننسق مع الجهات الأمنية للحد من هذا المشكل وبالتالي ان شاء الله تكون طريقة ضمنية تكون 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 مليحة لدرجة في انتظار توفر الغلاف المالي لإعادة هذه الطريق يعني من جديد.